قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة بجولة تفقدية إلى سوق المنام المركزي للوقوف على أوضاع السوق والتحقق من توافر جميع المواد الغذائية الأساسية. وخلال الزيارة تم الاطلاع على انسيابية حركة البيع والشراء وتوافر أصناف عديدة من الخضروات والفواكه بأسعار مستقرة، كما تم الاستماع إلى ملاحظات ومتطلبات تجار السوق والباعة، حيث نوه فخر بأن الوزارة ومن خلال الأدوار التكاملية مع الجهات ذات العلاقة تسعى دائما لتذليل المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة والمستدامة للمحافظة على حيوية السوق وانسيابيته. وأكد الوزير أهمية مواصلة التفاعل المثمر بين الجميع لتحقيق التطلعات المرجوة، مشددا على أن الوزارة مستمرة في تبني المبادرات والسياسات التي تنهض بالقطاع التجاري وتعزز من إنتاجيته واستدامته.